طيب اختيارك ريف جوه تامر. تجربتي فيه صراحة من أمتع التجارب بالنسبة لي، والدور ده ناير كان مكلمني عليه من 11-12 سنة صراحة. يا خبر، هو ريفو ده مكتوب أو فكرته أيوة. موجودة من 11-12 سنة؟ بالظبط، كان ساعتها معاصر للتسعينات. فلاش باك بس غير الزاوية بس. فلما طلع بصراحة لما جه وقته نعمله، انا اصلا كنت في النص خلاص نسيت البروجكت ده اصلا ممكن يتعمل، فاهم قصدي؟ انه زي ما انت البروجكت مختلف جدا عن اي حاجه اتقدمت دلوقتي، حتى في ساعتها كان مختلف. فلما طلع للنور وخلاص لقينا ده في ووتشت وفي كلام بجد وفي مخرج بنقعد معاه وبقينا تمرينات. وبعد كده كان في تفصيله الحته بتاعت الدراعي ما هيتقطع في النص، فكانت دي كانت بالنسبه لي مقلقاني شويه. بس صراحه لما بدانا شغل وبدانا تمرين وبعد كده تامر هاشم، انت كنت في التمثيل كنت ات ايز، كنت بتمثل بارتياح. بالظبط، هو ده وده كان باين جدا. بالظبط، الكرو كله انا مرتاح مع الناس كلها بصراحه. اول مره اشتغل في حاجه وانا بشتغل مرتاح، ويحيى الصراحه ساعدني في الحته دي قوي قوي قوي. اللوكيشن نفسه ما كانش فيه اي تنشنه، ما فيش اي حاجه تخلي الموضوع مريح. يحيى بيعرف يوجهني كويس بطريقه سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. وحتى لو في مشاكل كنت خايف منها فكنت اعملها، بيحيى بيقول لي لا ممكن نعمل زي كده. ما فيش، ما حسسنيش مره مثلا يعني، ما خلانيش ابقى قلقان او كده، بالعكس كان بيطمني على طول ويديني تيبس كده قبل المشهد. فانا كنت مرتاح جدا وانا بمثل ده الصراحة. كان واضح، ده كان واضح وباين. حاولت ما افورش بصراحه في اي حاجه، احاول اخلي الموضوع كله يبقى طبيعي على قد ما اقدر. قبل ما اروح لسارة عبد الرحمن، انا عايزه اسال المخرج والبرودوسر، مين اكتر واحد تعبكم بجد بقى؟ دي سهله، انت ممكن تساليها حد فينا. بس خليني ازود ايه، بخلاف حسن ابو رايان يعني انا متاكده عمل مشاكل بخلافه مين اكتر؟ لو كده ما كانش في حد متعب يعني بره حصد. لا حصد برضه الصراحه كان يعني ممثل كويس جدا يعني، ما كانش على تمثيل والله، انا بحاول اجامله مش قادر. انا بحاول ارد جبته. لا هو لا بس هو حسن كان بيقعد قدام الكاميرا بيخلينا نسكت يعني، بننسى اللي قبل كده. بس هو الصراحه من اول مشهد ابتدينا كمان بدور الشيخ او الدور الشخص المتدين، من اول لما يعني هو لحد قبل ما يخش بخمس دقايق احنا قلقانين يعني. بس من اول ما قعد لا اللي هو برافو يا حسن، انت عرفت تعمل الدور. انا مدحت اباظه ديفو. ولو لعبت بقى مع بند النوادي بتاعكو ده الناس كمان 30-40 سنه هتفتكرني يا عم. بكره ان شاء الله اما نتلف في افراح يبقى بند بقى مشهور، الناس هتقوم وهتهيص وترقص معانا. هو ايه جوك في البند فقير ده؟ ما تلم يا جدع انت في ايه؟ هو انت تقول اصلا انك تلعب معانا؟ هو انت بتعرف تلعب مزيكا؟ لما لعبت زي اي مزيكاتي في حفلات وسجلت، واديك شايف النهارده اهو كل اغانيها بتتلعب في البارات والناس بتشرب وبتسكر عليها، هو ده حلال؟